أول شيء السلام عليكم، صباح الخير. عندي بس عندي موضوع تاريخي إن شاء الله من هذا البحر، من هذا الميناء، لازم أروح له وبتكلم عليه. كيف بدأ الاحتلال الفرنسي الغاشم على الجزائر؟ شلون دخلوا علينا؟ شلون القصة؟ البداية وكيف بدأت القصة؟ لاحظ العلم الجزائري الجميل إن شاء الله. يلا نبدأ إن شاء الله. يا سيد العزيز، في هذا البحر، هذا الميناء، أيام الدولة، أيام، والله شو نبدأ؟ تاريخ طويل طويل. أيام الدولة، بداية ضعف الدولة الحمادية، الدولة شقور يقول لك ما شاردي يقول لك ما في دولة اسمها الجزائر. زين الدولة الحمادية هذه وين راحت؟ الزيانية الزيرية هذا اللي وين راحوا؟ وقبلهم الفاطميين، وقبلهم اللي كانوا يحكمون هذا الأرض، وقبلهم الرستميين اللي هم هي أول دولة. بدأت الدولة الحمادية بالضعف، بدأ الأسبان هني يقوى عندهم الأسطول الأسباني، بعد الأسطول الأسباني حبوب الاسترداد، يردون أراضيهم، وما وقفوا عند هذا الشيء، بدأوا يعني الهجوم على سبتة ومليلة وعلى المغرب وعلى العرايش، ودخلوا على وهران وبدأوا يقتلون المسلمين الهاربين من الأندلس وملوك الطوائف وحكام الطوائف، واللي أنا دائما أتكلم عليهم وأذكرهم. هني أهل الجزائر استعانوا بالأسطول التركي الغوي ذاك الوقت في قيادة عروج وخير الدين بربروسا، هذول الأخوان، هؤلاء هم بربروسا، هذا اللي هو نفسه اللي يغلدون عليه، خلونه عنده عين وحدة، خفون الناس عنده لحية حمراء، بربروسا صاحب اللحية الحمراء. ف بطلب وإعاز من أهل الجزائر حكموا أهل حكموا العثمانيين الجزائر العاصمة. تتكلم مو بس حكموا، يعني ما حكموا جميع الجزائر، ما تقول لي جانيت ما جانيت ولا غرداية، لا حكموا الساحل الجزائري من وهران، جيجل، بجاية، هذه حكموها دولة مسلمة وخلافة عثمانية قوية. مو غلط ان انت في ذاك الوقت انك تنضم معهم وتكون تحت حكمهم، دولة بتحكم بالشريعة والناس قابلة هذا الشيء، مع انك مسلم مو غلط، بس ما يجيني فرنسي حكمني. فبعدها حكم الجزائر واحد اسمه الباشا حسين، ركز على هذا، الباشا حسين. الباشا حسين يعني يقال انه رجل دين ومهتم بالدين. في ذاك الوقت ايام نابليون بالالف وسبعمية وثمانين، هذه الفترة كانت فرنسا فقر، ناس جوعة، طبقة النبلاء والطبقة الكادحة، و اسمح لي، والطبقة الكادحة ورجال الدين، يعني في 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 ثغرة كبيرة بين الغني والفقير. فنابليون وتوسعات نابليون ومخططات نابليون أراد أن يتوسع ونصب نفسه إمبراطور، يعني شوف 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 تناقض فرنسا، يطالبون بالجمهورية، ما نبي حكم الملوك لويس السادس عشر وملوك، نبي جمهورية. شوف التناقض الفرنسي، شوف كذب فرنسا، شوف خبث فرنسا، يقولك لا نريد، احنا نبي جمهورية، الشعب يحكم. اجى نابليون وصار امبراطور، امبراطور، خلى البلد من مملكة مش جمهورية الى امبراطورية. شفت التناقض الفرنسي، شوف كذب فرنسا، يعني ما تلاقي اخبث واكثر ناس متناقضين مثل فرنسا. بدأ يتوسع، بدأ يعني يكثر من الحروب، أوروبا دخل لك على، راح لك على مصر، على اليونان، على روسيا،
بولندا ما خلى بنابليون توسع بشكل كبير في ذاك الوقت. بعدها نعبر الشارع ولا هني ما حد يوقف هني ما في بيدسترن. بعدها ايش سوى نابليون؟ يعني خلى البلد في ديون كثيرة، من ضمنهم يعني حتى يعيش الشعب كان يتغذى على خيرات الجزائر. هذه الجزائر كانت كبيرة، هذه الجزائر خير، قمح، حبوب، شعير، جميع المواد الغذائية فيها. فكانوا تعاطفا من عندهم دولة قوية، كانت فرنسا، كانت أمريكا تدفع ضريبة للجزائر باسم العثمانيين طبعا، لكن تدفع للجزائر. صار عليهم ديون من قبل الجزائريين. الجزائر طالبت فرنسا بالديون، واحد يطلب دينك، عطني فلوسي يا أخوي حلالي. قاعدة تتماطل فرنسا، تماطل بكرة غدوة بعدين، سامحونا اصبروا علينا، الله يخليكم لو سمحتوا، يعني عندنا حروب. يا عمي عطني فلوسي، يا عمي انت صار لك فترة بالملايين، ها بالملايين ديون الجزائر على فرنسا. فرنسا عينت قنصل خبيث مثل ابوه، حاقد كاره الاسلام والعرب ويستحقرهم، عنده سياسة الدياثة، خبيث اسمه ديفال. ديفال خبيث فرنسي كان يتعامل مع ابن زاهوت وبشناق. من هو ابن زاهوت وبشناق؟ هؤلاء يهود تجار، كانوا الوسيط بين التجارة الفرنسية الجزائرية، يتوسطون بين بعض، يتعاملون مع بعض، وطبع ولاحظ انهم صاروا اغنياء بسبب الجزائر هؤلاء اليهود. يوم الايام فصارت حساسية بين ديفال وبين الباشا حسين المعين من قبل الحكم العثماني، وذكرنا احنا سبب وجود الحكم العثماني في الجزائر. في يوم من الايام سنة 1827 كان عيد الاضحى ولا مناسبة في الجزائر، دعا باشا حسين ديفال قال له تعال اروح اخوي اروح تعال ايش عندك؟ قال له وين الفلوس يا اخوي؟ دينك يا بلوط، على قولة الجزائريين اصحابي يقول بلوط، وين الفلوس يا ديفال خبيث؟ قال له امشي قال يا اخوي اصبر علينا انت وجهك، ايش عندك؟ اصبر عندنا حروب، عندنا مشاكل. فاستفز متعمد خطه ضبطينه هم اليهود مع ديفال مع فرنسا، متعمد قال اصبر علي انت الله هداك، شفيك عندنا حروب فاضي لك انت وجهك. الباشا حسين استفز هذا ديفال، عنده مروحه مهفه كذي وقت الحر، نفس الحين حر الحين الله وكيلك على الصبح، اخذ المروحه هفه في وجهه او اشر عليه حسب الكتب. ديفال زعل، راح بلغ وخبر الحكومة الفرنسية، يا جماعة أنا انهنت ولدكم، سفيركم ينهان في الجزائر عند العرب وعند الأمازيغ، ترضونها؟ مخططين مع بعض. قال لا والله ما نرضى. قال يا جماعة ضربني الرجال أمام العالم، أمام الملأ. أتى الأسطول الفرنسي مذهب حاله من هذا المكان، من هناك، من هذه المنطقة تحديدا دخل الغزاة الفرنسيين، مخططين لها من زمان، دارسينها من زمان حتى يغزو الجزائر، من سيدي فرج، من هذا المكان، من هذا الاتجاه سيدي فرج، هذا المكان دخله الغزاة من فرنسا، ومذهبين الأسطول البحري للدخول على الجزائر، وبغى الاحتلال الجزائري. لا يسمى الاستعمار، استعمار يعني يعمر، هذه كلمة ليست بصحيحة. الاحتلال والغزو والنهب والسلب والسرقة، دخلوا من سيدي فرج، أتوا بالأسطول مذهبين حالهم، مرتبينها مع بعض خطة خبيثة. عندما أقول فرنسا الخبيثة أنا قاري تاريخهم، أنا أعرف مخططاتهم، أنا أعرف الشبون. قال لي حبيبي أنت قاعد هنا صاير لي باشا تركي جاي تحكم هنا فوق رأسنا، نطلب من عندك شروط، أن تأتي بنفسك وتعتذر أمام الملأ للسفير الفرنسي ديفال، والشرط الثاني أنك تنزل العلم الجزائري من جميع المؤسسات وتحط علم فرنسا. شوف الشرط التعجيزي. الشرط الثالث وهو الأهم، أن تتنازل عن الديون اللي عليك على الجزائر، اللي الديون على فرنسا للجزائر، تتنازل عليها كلها عشان تدي نصفها عنك، وإلا شوفت عينك، احنا ذاهبين لك بالأسطول. شوف انه ذاك الوقت فرنسا شاطرة في صنع الأسلحة وصنع الدبابات
وشاطرة في صنع، يعني ناس شاطرين في النووي وشاطرين في الذبح والدمار والبارود. نفس مرة واحد في استراليا يناقشني يقول انتم العرب وارهابين، قلت له اخوي احنا ما نصنع الا سكينة وسيف، انتم تصنعون دبابات وطيارات، تصنعون قنابل نووية صواريخ، احنا انتم المجرمين. والله سمع هذا الكلام وهرب. قلت له انتم تصنعون، احنا نصنع ايش نصنع؟ احنا عندنا ابن النفيس، ابن سينا، عندنا العلمان الرازي، احنا اللي علمناكم الطب يا باشا، انتم اللي علمتونا القنابل والضرب والرمانة والكلاشينكوف والام اس سي سي والار ار اس اي وما ادري شنو هذا انتم. والله سكت، سمعني وسكت، هرب. قال له شوف هذه الأسلحة أمامك الآن، يا توافقون على هذا الشروط وإلا طاخطيخ، ندخل عليكم. الباشا حسين اجتمع بالعيان اللي حواليه، قال لهم ايش رايكم يا شباب، الجماعة جايين وبيغزونا، نوافق عليهم ولا؟ قال ايش توافق، هذا ديون الجزائر، ايش توافق وايش تعتذر وايش تنكس العلم، انت وين رايح؟ فقال ماكو، اوكي يلا نستعد الحرب. قال لا، نخليهم يدخلون الجزائر او نهجم عليهم. فابنه او الاغا ابراهيم صهره زوج بنته قال لا لا لا، خليهم يدخلون اول من جبنه. وهذا الخطا الكبير الذي وقع فيه الباشا حسين بتنصيب ابنه قائد للجيش الجزائري لصد هجوم واجتياح فرنسا على الجزائر. وبدأت الهزايم، بدأت الهزايم. قصص طويلة والحوارات طويلة، أريد أن أختصر أنا. إلى أن أعلن الاستسلام الباشا حسين بشروط. توقع ما هي شروطه؟ شروط الباشا حسين قال أبي أول شيء تعطوني الأثاث مالي، الأثاث. إنسان راحت لعاصمة جميلة، بلد جميلة، وناس تذبحت وناس ماتت استشهدت، ويطلب الأثاث. قال أبي الأثاث. والشرط الثاني ايش قال الجنرال الفرنسي؟ قال ابي عندي كيس ذهب موجود في بيتي، ممكن اخذه معي؟ قال تفضل اخذه معك. قال عندي شرط ثالث، قال ما بروح تركيا ولا اروح دوله اخرى، ودوني نابولي، ودوني ايطاليا، يبي يصيف بايطاليا، عنده ثاث وبيت جديد وفلوس. شوف مع الاسف هذا تاريخ، هذا كتب الجزائر، انا انسان ناغل، هذه كتب المؤرخين الجزائريين، هذا التاريخ يقول هكذا. هذا هو الباشا حسين، هرب هو وتعيينه صهرة الآغا إبراهيم، هرب وترك الجزائر إلى مصيرها. الخزناجي، من هو الخزناجي؟ وزير المالية، الخزناجي وزير المالية الجزائري كان موجود، وقعوا على اتفاقية استسلام الجزائر، تسليم الجزائر. خلنا أعطيك معلومة، خلنا أعور قلبك بس هني واختم. دخول فرنسا، توقيع الاستسلام الباشا حسين والأغاوات، وهنا عندما وقع استسلام الجزائر أو استسلام الباشا حسين الحاكم الفعلي للجزائر من قبل العثمانيين، انتهى الحكم العثماني إلى الأبد. بدأت مقاومة ابن زعمون. ابن زعمون من هو ابن زعمون؟ صاحب زاوية. سنة 1830 بدأ توقيع المعاهدة، 5 جوليو احتلت رسميا فرنسا، 5 يوليو 1830 احتلت فرنسا الجزائر، ودخلوا على بيت المال الجزائر وعلى ونهبوا القصور ونهبوا الخزنة ونهبوا البيوت. خلال أسبوع توقعوا كم أخذوا؟ خلال أسبوع واحد الجيش الفرنسي على ديون، تخيل كم سرق؟ 10,000 دنانير من بيت مال الجزائر، ما يعادل الآن 27 مليار يورو. أعيد لك إياها بصوت عالي، 27 مليار يورو سرقوا من الجزائر فقط في خلال 10 أيام، أسبوع. وفرنسا الحين تطالب لك، تقول لك أملاك المعمرين نبيها. فرنسا تطالب الآن، يقول لك بيوتنا بيوت المعمرين. شر البليتي ما يضغط. هني بدأت المقاومة الفعلية، بدأت المقاومة الفعلية بقيادة ابن زعمون، وبقيادة أيضا أول مقاومة هم ابن زعمون، ثم محي الدين بن مصطفى الحسيني قاومهم بشدة،
الحمد لله وقفهم وانتصر عليهم. من هو محي الدين بن مصطفى الحسيني؟ هو نعم أبو الأمير عبد الغادر الجزائري. قال لهم يا جماعة أنا إنسان كبرت، انتخبوا واحد. قال ما ننتخب إلا ابنك، كان معاه بالحرب، كان معاه بالحرب الأمير عبد الغادر الجزائري الذي لا يهزم. 27 معركة مع فرنسا، إن شاء الله إذا في مجال أتكلم عليها، لم يهزم ولم يصاب ولا مرة. شوف هذا الإنسان فذ غريب، سبحان الله، إنسان لا يقهر لولا الخيانات لما استسلم الأمير عبد الغادر الجزائري. هذه نبذة حبيت أتكلم عليها. وهنا دخلت القوات الفرنسية من هذا المكان، والحمد لله الآن الجزائر بلد شامخ إن شاء الله. لا تنسون الاشتراك في المسابقة، في مسابقة تكلمني عليها شهود، تكلمني على بن زعمون، تكلمني على محي الدين ابن مصطفى الحسيني، تكلمني على الأبطال الجزائريين اللي تعرفهم، اشترك في المسابقة إن شاء الله. كل ما تزود المشتركين في المسابقة إن شاء الله بنزيد نضاعف الجوائز إن شاء الله، من أجل هذا العلم الجميل. شامخ يرفع الرأس، والله يرفع الرأس. أنا من وجهة نظري لنفتخر كعرب أن الجزائر دولة عربية، والله هذا رأيي. تشرب ماء البحر، اشرب ماء البحر، بلط رأسك بالحيط، بلط رأسك بالحيط، والله ما تهمني لا أنت ولا الغنى. أنا من رأيي الشخصي، نحن كعرب نفتخر أن الجزائر دولة عربية، نحن ننتمي إلى أمة تنتمي منها الجزائر. السلام عليكم.